أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم من جديد مع برنامجكم الأسبوعي برنامج نبض الاتحاد. قصة نجاح انطلقت إلى الحياة العملية وتأسست في عام 1997. سيد سعيد، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، أحياكم الله. بداية حابين نتعرف برجل أعمال. السيد سعيد من هو؟ سيد راشد سعيد الرماحي، مواليد دولة الإمارات العربية المتحدة دبي، متزوج وعندي طفل. طبعا اشتغلت في التجارة سنة 1997، نعم، في أعمال الفيت أوت والديكور يعني شامل، والحمد لله لأن ما زلنا على نفس النشاط. أستاذ الكريم، إحنا من 1997 إلى الوقت الحالي تحت نفس المسمى اللي هو المسمى اللي إحنا فيه حاليا، نعم، الرماح للديكور وأعمال تنفيذ التصميم. الديكور اللي إحنا نعرف كإمارات دولة عربية، إمارات اللي عودتنا دائما على أرقامها القياسية، إمارات اللي عودتنا دائما على كل شيء جديد، إمارات إحنا العالم كله موجود حوالينا، العالم كله هون، صحيح، أذواقهم، اختلاف أذواقهم، صحيح، هالشيء مع الوقت كسبنا هاي الخبرة ولا عندنا قدرة إنه نرضى هاي الناس كلياتها بالنسبة لاختلاف أذواقها. والله خلال مسيرتي أنا 20 سنة، طبعا هناك مثل ما قلت أنت جنسيات كثيرة وتعلمنا منهم أشياء مثل تصاميم مثلا العربية، المغربية، صحيح، الهندية، الأوروبية، فعمل مكس جميل. ودبي تتميز بالديكورات الهادية والجميلة يعني، صحيح، اللي هي والممتازة يعني، ولكن طبعا ناس على حسب أطباعها يعني، في ناس تبقى الديكورات الكبيرة وفي ناس تبقى الديكورات البسيطة، وعلى هذا الأساس نحن نمشي. على مدار 21 سنة شركتنا قائمة، 21 سنة مش سهلين إنه نحكي فيهم، يعني شركتنا عاشت تطور دبي كمان وكانت موجودة من خلال تطور دبي. سؤالي للأستاذ، المنافسة جدا قوية في دبي وهذا الشيء لكثرة الكفاءات وكثرة الوافدين اللي عم بيجوا هون اللي عم دائما بيحاولوا يبرزوا ويجيبوا لنا أفكار جديدة، كيف إحنا تميزنا بوسط هاي المنافسة؟ والله شوف، أنا بالنسبة لي كصاحب الشركة كنت حاط أهدافي أني أكون متميز في الدقة، في سرعتي، في المواد اللي استخدمها، نعم، هذه جعلت لي دعاية يعني بين العملاء اني انا ملتزم بخط عمل جيد. يعني نحكي سر دعايتكم الاساسيه هي الورد اوف ماوث والسمعه الطيبه اللي كانت ما بين الناس، نعم، اللي بدها ترفقها طبعا المصداقيه، هذا كثير اساسي. نعم. رجال الديكور او شركات الديكور بشكل عام بتكون دائما الاستشاري الصارم بعض الاحيان، اللي بحط لنا دائما شروط ممكن تكون شوي صعبه وقويه، بس هي بتكون على حسب الكواليتي، على حسب الاونر ما بده. هل احنا مدرجين في جميع الاستشاريين او اغلبهم؟ والله انا اذا ما يعني ما خاب ظني يعني ممكن انا 99% من الاستشاريين اشتغلت معهم. ما شاء الله عليك. نعم، لان انا 20 سنه وفي استشاريين جداد ودخلت معهم، ولكن الحمد لله يعني كل الاستشاريين اللي اتعامل وياهم كعميل مميز، صحيح، فاكون سهل معه يعني، كل شيء يكون واضح قدامي، فعشان شيء ما احس بالتعب. بس بعض الاحيان تستوي بعض الدروبات، صحيح، بعض التوقف، بعض كذا، هاي اللي سببنا مشاكل، ولكن كعمل الحمد لله. استاذ الكريم، احنا بنعرف انه ممكن انه احنا يكون بدنا مشروع، هل عندنا الاستاف الكافي لتغطيته، او احنا بنلجأ مرات لشركات سب كونتراكتر ينفذوا لنا هذا الموضوع؟ في حاله الطوارئ نستخدمهم، يعني في حاله الطوارئ القصوى نستخدمهم، بس انا كشركه الرميحي نادر ما استخدمهم. نعم. نادر، بس في عندنا كشغل فيت اوت، طبعا الفيت اوت شيء كبير، صحيح، يعني شغله الحديد لازم يجي حداد، صح، شغلة الرخام لازم يجي شركة الرخام، صح، فنحن بس كمشرفين يعني، أنا إذا تعتبرني يعني كاستشاري ديكور يعني استشاري في مجالي، نعم، كمنظم وأدير الشغلة وأكون أسرع فيها. أستاذ كريم، إحنا بنعرف إنه بالنسبة للمقاولين بشكل عام أو حتى منفذين الديكور دائما الوقت هو اساس والموعد، نعم، احنا عم نصدق في مواعيدنا بنسبه قديش ممكن تعطيها بالمئه؟ والله انا بالنسبه لي انا يعني اقول لك من 60 إلى 70%. ما شاء الله عليك. نعم، 60 إلى 70%، لان شوف بالنسبه للمقاولين، المقاول اذا ما خلص هو يعني هو اللي يتغرم، هو اللي يطيح في مشاكل، صح، اما انا فكون عادي يعني لازم اكون ملتزم معه، صح، واساعده يعني.
أستاذ كريم، إحنا جينا هون لقينا ابتسامة منك رائعة، لقينا منك ترحيب كتير قوي، كرم موجود ما شاء الله عليك. بس أستاذ كريم، هل هذه الطبيعة موجودة كمان مع موظفينا اللي حاملين رايتنا وعم بيعكسوا بيئتنا؟ يعني لو سألتك سؤال مباشر، شو علاقتك في موظفينك؟ والله علاقتي مميزة يعني، ولكن مثل ما تقول، تعرف أنت وقت العمل عمل، وقت الجد جد، ونضحك مع بعض، حتى أنت لما تدخل عليهم تحصلهم يعني مرحب. ولكن في بعض الأحيان يستوي ضغط شديد من العملاء وكذا، يبون يخلصون، فنحن نعم معهم. دائما رجل الأعمال طموحه ما بتوقف، دائما سقف الطموح غير موجود أو نعم ما إله نهاية. نعم. أكيد في خطط مستقبلية عم نخططها بالنسبة للبزنس تبعنا، إيش عم نخطط على البعد القريب؟ والله نحن يعني لو جيتني حوالي من 3 شهور، أنا كان مكتبي عبارة عن غرفتين. نعم. الآن الحمد لله مستودع ضخم كبير، يعني طبعا هذا مكتب كبير مع مستودع، يعني أنا ياسا أتوسع لأبدأ انطلاقتي للمشاريع، لأن الحين مثلا يعني عندي مشاريع كبيرة في مينا راشد، ماسك الفيت أوت، في عندي مشاريع كثيرة أشتغل فيها، والحمد لله يعني الحمد لله ياسا أتوسع يعني. الحمد لله. اتوسعنا على مستوى دبي فقط ولا عم نتوسع على مستوى الامارات ككل؟ والله الامارات عموما، لكن انا اكثر نشاطاتي في دبي وابو ظبي، لان هي اكثر التجاره فيها، ولكن يعني الشارجه ممكن الثوره العمرانيه. صحيح، اكثر شيء في الثوره العمرانيه في دبي وابو ظبي. استاذ الكريم، لو سالتك بعد 5 سنوات سيد سعيد وين بتشوف نفسك؟ والله شوف، انا بصراحه كل يوم عندي يوم جديد. صحيح. ويعني ما احط في بالي ان بكره، يعني احاول اطور عمري يوم بيوم. صحيح. لان الخطه المستقبليه ممكن احط خطه اسبوعيه بس، سنويه عفوا، لكن ممكن تتغير بحسب الظروف. صح. الاقتصاد كذا، فترجع تعيد حساباتك وتعمل من اول جديد. لكن نحن كشخصي انا اتعامل يومي بيوم، يعني هشتغل اليوم، بكره شو بعمل، وبعد بكره، وبعد. صح. بعد، وهكذا نحن ماشيين، والحمد لله عشان شي تميت 20 سنه في نفس المجال. نعم. اكسبو 2020 على الابواب، اكسبو 2020 اللي دبي عم بتجهز له. نعم. في كل طاقاتها، في كل قدراتها. نعم. هل اخذنا نصيب من احد المشاريع في اكسبو ام لسه؟ والله نحن ماخذين الحمد لله، يعني طبعا اكسبو مش في منطقه معينه. صحيح. في دبي والامارات. نعم. فعشان نحن يعني بعدين مشغالين في كل المجالات. نعم. يعني نحن جاهزين لهم، ولكن مثل ما قلت لك اكسبو في دبي كله، يعني صحيح. تحصل مشاريع خاصة في منطقة بر دبي، يعني هي أكثر مناطق تأثيرا. صحيح. في اكسبو، ونحن الحمد لله يعني مشاريعنا كثيرة هناك. إن شاء الله يا رب تاخذوا أكثر كمان. أستاذ الكريم، نعم، احنا بنعرف انه بحكم وجودنا في دبي. نعم. دبي وحاكم دبي الشيخ. نعم. محمد بن راشد، الله يطول لنا بعمره. نعم. من كتاب رؤيتي اللي كان يتحدث فيه على الرقم واحد، اللي كان. نعم. يتحدث فيه عن الصفوف الاولى. نعم. اللي وعد الناس انه انا دبي راح تكون الرقم واحد، وفعلا. نعم. دبي اصبحت الرقم واحد. نعم. والارقام تتحدث عن الامارات وليست الامارات التي تتحدث عن نفسها. صحيح. اصبحت هاي شعار الامارات او صارت كلمه تنحكى على الامارات. صحيح. في كل العالم رقم واحد ومركز الاول. نعم. اكيد بدنا نصير المركز الاول. بايش بدك تصير المركز الاول؟ والله شوف، انا اذا جيت يعني ما ادري كان موجود عندي البروموشن، بتحصل اني انا حاط الرقم واحد هو اساس شغلتي. فاذا بدينا نحن على هذا الاساس بنكون ناجحين. صحيح. فعشان شيء نحن حاطين الرقم واحد متميزين في كل المجالات. نعم. يعني كصبغ، ديكور، بلنطة، سيراميك، رخام، فنحاول ناخذ الجوده ونكون متميزين. فعشان شيء الحمد لله الرقم واحد، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد يوم حط هاي النقطة أعطانا الطريق اللي نحن. صح. ننطلق منه، فانطلقنا والحمد لله، ودبي تميزت بهاي الأمور. الجودة، الجودة اللي حضرتك تحدثت عنها اللي مربوطة دائما بالسعر، كل ما ارتفعت الجودة. نعم. كل ما السعر كان أعلى. هل قدرنا نوازن هاي المعادلة؟ صارت عندنا جودة عالية وسعر معتدل؟ نعم. أم إحنا جودتنا عالية وسعرنا عالي كمان؟ والله شوف، في الفترة الأخيرة نحن الجودة على حسب الكلاين، يعني في كلاين يقول لك أنا أبغي رقم واحد، فنعطيه رقم واحد. أما إذا طلب رقم اثنين، نحاول ندور له يعني نخب رقم اثنين بعد جيد. صحيح. يعني ما نحاول، وإذا طلب شيء أقل من شيء نرفض، لأن ليش؟ آخر شيء بيطلع الشغل مش كواليتي. صحيح. فعشان شيء نحن ماشيين على خطين، يا أما رقم واحد أما رقم اثنين، ورقم اثنين هو رقم واحد يعني يعتبر ككواليتي يعني. فهالشيء نحن ماشي عليه. استاذ الكريم، دائما احنا بنعرف البزنس، عمود البزنس هم بعد الكاستمرز الموظف. نعم. الموظف اللي بده يحمي رايتنا، الموظف اللي مسؤول، اللي بده يعكس شخصيتنا، بده يعكس شركتنا. نعم. كيف تم اختيار الموظفين وكم عددهم في هاي الشركه؟
والله نحن الحين بالنسبة للموظفين نحاول قدر الإمكان نختار الموظفين اللي عندهم خبرات وكفاءات ولازم يكون اشتغل في النشاط. ومن كثر أكثر الأشياء اللي نطلبها إنه يكون عمل في دبي أو في إمارة أبوظبي، يعني في الإمارات ولكن تركيزنا يكون في دبي وأبوظبي، لأن بحكم العمل والشغل صحيح. والموافقات البلدية والديوة فلازم يكون عنده شوية إكسبرينس في هالأمور، فيتموا يدخلون تحت بند الانترفيو وبعدين نعمل مع الموظف بعدين نشوف إذا الله وفقه معنا اشتغل. وبعد فترة كم عددهم؟ عندي أنا 40 عامل ما شاء الله، وعندي حوالي يمكن 10 موظفين بين مهندسين وإداريين ومشرفين، يعني 50 منزل مسؤول عنه سيد سعيد. نعم. 50 منزل. نعم. كل موظف فاتح منزل صحيح. أكيد فأنت صحيح. 50 منزل زين إن شاء الله تثاب عليهم أول شيء، وإن شاء الله بنشوفك إلى الأعلى والمقدمة. أستاذ الكريم، الإمارات اللي إحنا فيها هاي الدولة. نعم. اللي عودتنا دائما على الحرية، عودتنا دائما على الأمن والأمان. نعم. أختي وأمي لما يمشوا بالشارع الساعة 2 و3 مساء أو صباحا. نعم. بكل ثقة، ما حدا بتعرض لحدا. دولة أمن وأمان. نعم. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما دعا ربنا طلب منه الأمن قبل الرزق. نعم. وهاي النعمة تأسست من ناحية الشيخ زايد الله يرحمه، اللي أسس واللي جمع واللي حط خطة، وأبناء زايد مشوا على خطة والدهم الله يحفظهم ويطول لنا بعمرهم، حاملين رايتهم. وفعلا الإمارات صارت رقم واحد، وصار عندنا حكومة ذكية مش حكومة إلكترونية، سهلتنا جميع الأشياء. شو بنحكي لدولة الإمارات شعبا وحاكما وشهداء؟ والله يعني طبعا اللسان يعجز في المدح أو أني أنا أمدح بلادي أو أمدح حكامي، لأن العالم كله يشهد بما يرونه. يعني هون في ناس صح. يعني أنا من فترة يعني سمعت في ألمانية بنت تتمنى تيجي الإمارات تشوف التطور اللي استوى فيها، يعني أمنيتها أن تشوف الإمارات، فهذا شيء شرف لنا نحن صح. ويوم أنا أشوف الشخص المقيم، نحن ما نقول وافد أو صح. نقول المقيم مبسوط ومرتاح يعني نفسيا وأمنيا، وتحس به يعني يحس أن هاي بلاده. وهذا اللي الفكر اللي حطاه صاحب اسمه الشيخ زايد، أن الناس تعيش بأمان صح. وأن نكون نحن متساوين. يعني هني ما تشوف والله وافد أو مقيم أو مواطن يختلفون في القانون، في المعاملة، في الشغل، في الإجراءات، تشوفهم كلهم في خط واحد صحيح. وهذا ما يميز دولة الإمارات الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. شو بنحكي لهم؟ والله شكرا شكرا أصحاب السمو، وطبعا نترحم على سمو الشيخ زايد وحكام الإمارات السابقين اللي بدوا أسسوا الدولة، أما حكامنا فنقول لهم شكرا، يعني ما قصرتوا، رفعتوا رايتنا الحمد لله. إذا صرنا في أي دولة نقول دولة الإمارات الحمد صحيح. لله. ختاما أستاذ الكريم، التوفيق والنجاح هاي من رب العالمين، فضل ورضا الحمد لله الحمد رب العالمين فضل. التوفيق دائما برجع كمان للدولة اللي نعم. خصبة للنجاح زي ما حضرتك تفضلت نعم. بس بعد رب العالمين وبعد دولة الإمارات في أشخاص في حياتنا مروا علينا، أكيد بدنا نحكي لهم شكرا. لمين بتحكي من أشخاص مرقوا في حياتك؟ والله أنا بغيت أشكر أخوي محمد اللي هو بدأ الفكرة، يعني هو اللي الله يجزيه الخير أعطاني الفكرة الله يحفظه وبدينا الحبيب. وبعد في زملائي مثل جمال عبدو اللي هو شريكي يعني، وفي إخوان وايدين ساعدوني أثناء يعني بدايتي يوم كنت أشتغل يعني وظيفتين، والحمد لله يعني صبروا معي وفي ناس تحملوني، وحتى في كاستمر يعني كانوا هم يشجعوني ويحاولون أني يشدون من عزمي، والحمد لله وعشان شيء استمريت الحمد لله. الله يجزيك أستاذ الكريم، إحنا كتير تشرفنا بزيارتنا لكم. سيد سعيد أسرة فريق نبض الاتحاد من قناة جوردان سات الفضائية الأردنية، تتشرف بوجودها مع إنسان ناجح، ونشوف اسمك على مستوى الخليج والوطن العربي مش فقط الإمارات إن شاء الله. إن شاء الله. نحن شاكرين جهودكم وشاكرين للزملاء، وإن شاء الله نتمنى لكم مستقبل باهر، وإن شاء الله قناتكم تكون من أحسن لأحسن، وإن شاء الله نحن يعني أنا بعد تشرفت أني تقابلت وياكم، وإن شاء الله تكون هاي بداية خير لنا ولكم إن شاء الله. إن شاء الله. الله يجزيكم. شكرا.